يعني سعدت وفي نفس الوقت زعلت من المعلومه اللي حضرتك قلتها لي، لان هي حاجه تفرح ان احنا ابطال عالم في رياضه ما ايا كانت ايه هي من سنه 86 وبشكل يعني ثابت. واللي زعل في المقابل ان الرياضه نفسها مش معروفه قوي، مش منتشره قوي عندنا في مصر. ليه ده حاصل يا فندم؟ طبعا كلام حضرتك مظبوط، ان الواحد سعيد وفي نفس الوقت زعلان وحزين. احنا رياضه مصريه صنع في مصر 100%، هي ابتكار مصري صميم. طبعا الله يرحمه المرحوم محمد حسين لطفي، هو مخترع هذه الرياضه في الستينات لحد ما اصبحت في سنه 84 اسس الاتحاد الدولي بتاعها، 86 الاتحاد المصري، وتباعا بقى الاتحاد العربي والافريقي، ودخلت الدول كثيره جدا بدات تمارس هذه الرياضه. او اللي حضرتك بتقوله ده يزعل اكتر كمان، يعني كمان مش بس احنا متفردين في السيطره والهيمنه عليها عالميا، ده احنا كمان مبتكريها. ده حقيقه. بص حضرتك للاسف يعني احنا زي ما حضرتك بتقول كنت اتمنى وما زلت اتمنى ان هذه الرياضه تاخذ مساحه كبيره من الاهتمام الحكومي، لان فعلا دي لعبه مصريه. احنا بنقول زي ما كنت بقول لحضرتك قبل الحلقه اللي احنا اللعبه الوحيده في العالم اللي موجوده على ارض مصر اللي انا ما بستوردش منها حاجه، بالعكس انا اللي بصدر كل شيء. يعني انا ما فيش ما بطلعش ما بدفعش عمله صعبه عشان استورد مثلا مضرب ولا كوره ولا جهاز ولا لاعب ولا مدرب. لا، وعلى راي حضرتك زي ما قلت لي من شويه احنا بنصدر الرياضه نفسها للعالم كله. بالظبط. مش عايز اقول لحضرتك يمكن حاليا دول كثيره جدا، ويمكن زي ما قلت لحضرتك الافارقه والعرب وشمال افريقيا بتاع ده وشمال افريقيا مهتمين بيها جدا، الدول الاسيويه، دول من اوروبا. يعني الموضوع طبعا موضوع مش سهل ان حضرتك تنشر لعبه في دوله، صعب جدا جدا جدا، لانه يحتاج تكاليف عاليه جدا، محتاج ان انت كمان توصل للمسؤول وتقنعه ان في رياضه جديده اسمها كره سرعه عشان تقدر تقول له ده عايزين. يعني احنا نقنعه الرياضه مش جديده بس هي جديده عليه وده مؤسف. بالظبط بالظبط حضرتك كمان. وفي اذا حتى في مصر انت حضرتك عشان تدخل لعبه في نادي جديد يقول لك ده انا عندي 25 لعبه و27 لعبه و28 لعبه، طب انا ده لسه هضيف كمان عبء عليا. طب يعني حتى في داخل البلد فبيبقى الموضوع مش سهل لحضرتك اللي انت كمان تعمل نشر جامد جدا. يعني مثلا النادي الاهلي على سبيل المثال، النادي الاهلي كان فيه زمان كره السرعه موجوده فيه، وكانت نادي الزمالك ونادي الترسانه، يعني بتكلم على انديه كوره. أيوة. تحديدا حصل في 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 احدى ماتشات الدوري الاهلي هزم من نادي من انديه في اقاليم، فتم الغاء اللعبه، ومن ساعتها اتلغت اللعبه في النادي الاهلي ومش عارفين نرجعها تاني. كل ما اتكلم حتى نقول له طب يقول لك ده احنا عندنا العاب كثيره جدا. فدي اشكاليه بتواجه، ولكن احنا بنحاول بقدر الامكان نحافظ على الانديه اللي عندنا في مصر الموجوده، حتى الانديه كمان اللي هي ما عندهاش القدره الماليه احنا بنحاول كاتحاد. يعني الاتحاد المصري مشكورا سواء السابقين او الحاليين برئاسه النائب احمد الخطيب ومجلس ادارته، ان هو حاولوا يحافظوا على الانديه حتى اللي ما عندهاش قدره ماليه بقدر ان هو يقدروا يقدموا لهم مساعده، يقدموا لهم الادوات، يقدروا يعني كل ده، لان في النهايه انا مش مصلحتي ان انا يبقى عندي اربع خمس انديه بتمارس هذه الرياضه. بالعكس طبعا. انا عاوز اعمل قاعده ممارسه كبيره جدا وانشرها في كل الاقاليم. بس بتهيألي سهل يا استاذ المستشار الواحد يستنتج ان مفيش رعايه بطبيعه الحال للعيبه بتوع الرياضه دي، مش كده برضه؟ طالما الرياضه نفسها مش موجوده في عالمنا بشكل يعني كما ينبغي ان يكون، فبطبيعه الحال اكيد انتوا يعني في الاتحاد مفتقدين للرعاه. دي حقيقه فعلا، ودي مشكله كبيره جدا، ودي حاولنا فيها كتير جدا فترات كثيره جدا، كانت حاجات على استحياء. يعني مش عايز اقول لك ان حاجات قويه جدا وبتبقى مثلا البطوله مش حاجه مستمره، مش حاجه على حاجه وقتيه، واخد بالك؟ ودي مشكله ثانيه. ودلوقتي بنحاول احنا يعني انا في كذا حاجه بنحاول نعملها وكذا شركه مكلمينها واكتر من بنك، ان احنا يبقى في رعايه مستدامه للاتحاد، رعايه مستدامه للعبه نفسها، لان ازاي اقدر اطلع باللعبه؟ لان حضرتك خد بالك الرياضه وحتى من ضمنها كره السرعه هي صناعه، ما اصبحتش رياضه يعني للرياضه. النهارده مفيش حد بيمارس رياضه للرياضه، هي صناعه المفروض تدر ربح للجميع ودخل الجميع اللي هو اللاعب والمدرب والحكم والاداري والاتحاد، خصوصا لما يكونوا لاعبتنا هم اصحاب المركز الاول من سنه يعني 86. ودي حقيقه يعني، ودي حاجه تحزن اكتر ان انت عندك هذا الكم من اللاعبين واللاعبات وكم المدربين الموجودين. احنا عايز اقول لحضرتك احنا عدد الممارسين في مصر عدد كبير جدا. احنا يعني لو قارني بالعاب كره ومضرب كثيره والعاب قديمه واولمبيه احنا اعلى منهم في عدد الممارسين، وده كمان حاجه تزعل اكتر. والحقيقة اللعبه فيها انتشار، فيها انتشار، مش ده الهدف اللي احنا بنأمله، لان احنا عاوزين ننتشر في كل المحافظات. من خلال خطه عمل معينه حاطينها للغرض ده
يعني انا مثلا كان في اتصال بيني مع المعالي الوزير الدكتور اشرف صبحي من 3 ايام، كنت بشكره جدا على وجوده في شمال سيناء في التوقيت ده، والمنظر الجميل اللي انا شفته، الاولاد بتوع الباسكت على البنات، حاجه تفرح اي مصري. انا شكرته جدا، قلت له حضرتك عملت حاجه فرحتني شخصيا، قلت له ده خلتني كمان اكلم منطقه شمال سيناء الموجوده اللي كانت متوقفه تماما عن الرياضه كره السرعه فيها بقالنا سنين عشان الاحداث اللي كانت موجوده في شمال سيناء. قلت له انا كلمت رئيس المنطقه، قلت له عايزين نحيي تاني المنطقه من جديد، واي فعاليه عايزين نعملها عندك في سيناء، لان ده واجب علينا كلنا. بالعكس انا هبقى سعيد جدا، والاتحاد المصري هيبقى سعيد، لان وجودنا على كل محافظات ده هيخلي كمان في قوه للعبه، ويمكن ده اللي خلانا كمان نعيد تاني مناطق كانت او افرع للاتحاد كانت توقفت فيها تماما لظروف كثيره جدا، منها محافظه المنيا تحديدا ومحافظه اسيوط. طيب.